أيها السني على منهاج النبوة ثبتني الله وإياك، ثبتكم الله يا أهل الحق على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها. لا تبتئسوا، فإن سعد بن مالك هو ابن أبي وقاص، ما زال أهل الكوفة يلمزونه حتى رفعوا إلى عمر رضوان الله عليه أنه لا يحسن يصلي، وهو خال رسول الله الذي فداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبويه. ارمي فداك أبي وأمي، لا يحسن يصلي. وأرسل عمر إلى الكوفة من يسأل عنه، فما ترك من أرسله عمر مسجدا ولا مجلسا إلا سأل عنه. والناس يثنون حتى قام رجل فطعن في سعد رضوان الله عليه، فقال سعد: اللهم إن كان هذا قد قام فقال ما قال ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فاغفر لي وله، اعف عني وعنه، وفقني وإياه لكل خير، هذا طالب حق، وإن أخطأ هذا ملتمس هداية، وإن ضل عن الصراط وإن كان قد قال ما قال رئاء وسمعة لا ابتغاء وجهه ولا التماس مرضاتك، فأطل عمره وعرضه للفتن. فأطال الله عمر الرجل حتى كان لا يستطيع أن يرفع جفنه عن حدقته إلا بإصبعه ليبصر ما أمامه إن أبصر، وهو في هذه السن المرتفعة يتعرض للجواري على أفواه الطرقات يعاكسهن، وعرضه للفتن. فاللهم إن كان من يقول يقول ما يقول ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فاغفر لنا وله واعف عنا وعنه ووفقنا وإياه لكل خير، وإن كان من يقول يقول ما يقول ويفعل ما يفعل لا التماس مرضاتك ولا ابتغاء وجهك فأرنا فيه آية واخصم ظهره وأعمي بصره وعرضه للفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.